ليس من عادتنا أن نجد شارع محمد الخامس هنا بمدينة تطوان فارغاً من ساكنة المدينة. جولة خاصة تقودنا مع ولاية أمن تطوان، نكتشف كيف استجاب ساكنة المدينة، مدينة الحمام البيضاء، لنداءات السلطة ولقانون فرض الطوارئ الصحية. في صمت وسكون تظهر هنا قطة تبحث عن طعام وحيدة في هذه الدروب، أنيسها الوحيد عصافير تطير وأضواء دوريات أمنية تسير. في كل شوارع تطوان صمت رهيب أفقد المدينة وهجها بعد أن حل بها ضيف غير معهود، فيروس كورونا يلاحق ساكنة الحمام البيضاء، ساكنة أبت إلا أن تواجهه بكثير من المسؤولية وبمعيتها رجال الأمن الوطني، رجال صنعوا بدورهم مجد المدينة في تحد صارم ونفس كبير وضع تطوان في خانة المدن الأكثر انضباطا لحالة الطوارئ الصحية. بارك سمك الله يرضى عليك. ستة صافي، ستة الماكسيموم، ستة كتحبسوا صافي. أرد عليك ستة، وصل السيد وقف. هذاك السيد مع السارة كنوقفوا، هذاك مع السارة كنوقفوا. اشتري اشتري. Thank you.